قلتي قبيله بانك كبرتي مع الاب ديالك وكبرتي بعيده من الام ديالك، شنو السبب؟ فرق ديال الوالدين. كبرت ولكن كنت كنشوف ماما زعما لفترات في وسط السنه. والد ديالي هذا الاب ديالك الله يخليه لك كان حماق عليه. شنو ممكن تقول لي في حقه اليوم من رشيد شو؟ بغيت نقول لي بابا شكرا بزاف، حيت قريتينا، حيت تعبتي علينا، حيت حاولتي ما امكن تعوض لينا اي حاجه ناقصانا. الله يخليك تشفق راسنا بابا، كنبغيك وكنحماق عليك. الله يطولك في العمر يا ربي. وخا ما بينتوش ماما، وماما بغيت نقول لها الاحاسيس تخلطت لي الصراحه، مي بغيت نقول لها ماما الشغف ديالي ليك وانا صغيره والحب ديالي ليك وانا صغيره مازال كنحس بعطش ليك يا ماما، واخا كنشوفك دائما كنحس بعطش ليك وكنحس بحنين ليك، وانتي معايا كنحس بحنين ليك. كنتمنى ماما تكوني راضيه عليا دائما وراضيه على خوتي، وكنتمنى انني نكون انا وخوتي عوضنا لك ولو شويه، لانك عانيتي وتعذبتي بزاف وانتي صغيره. كنتمنى اننا نكونوا عوضنا لك واخا غير شويه من داكشي اللي كان ناقصك.